مرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشفت اللجنة المالية النيابية أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى البرلمان يعود إلى وجود تغيير في جداولها. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن متطلبات الوزارات والموازنات التشغيلية والاستثمارية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى البرلمان، وأضاف أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، لافتا إلى أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار. أعلنت مديرية السياحة في السليمانية بكردستان العراق دخول أكثر من 100,000 سائح إلى المدينة في الأيام الخمسة الماضية، لتصل عائدات الأيام الخمسة الماضية إلى قرابة 20 مليون دولار، كمعدل 200 دولار لكل سائح. وقال المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية أرام شواني إن 90% من السياح هم من مناطق وسط وجنوب العراق، وذلك بسبب التسهيلات المقدمة لهم في عمليات الدخول والإقامة، حيث ارتفع عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي، فيما توقع أن يزداد أعداد السياح خلال الأيام المقبلة. ضبطت وزارة الداخلية الحالية في العراق 180 عجلة لتهريب المنتجات النفطية وأكثر من 3.5 مليون لتر من النفط المعد للتهريب خلال الربع الأول من العام الحالي. من جانبها أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية أن العراق يخسر ملايين الدولارات بسبب عمليات تهريب النفط في مختلف المدن العراقية، مضيفة أن هذه العمليات تقف خلفها عصابات متورطة فيها جهات وشخصيات متنفذة مختلفة. قالت جمعية الصناعة النفطية في كردستان العراق بيكور إنها طالبت الكونغرس الأمريكي بالضغط على حكومة بغداد من أجل استئناف صادرات نفط كردستان العراق. وأضاف المتحدث باسم الجمعية أن أبيكور لديها علاقات جيدة مع أعضاء الكونغرس، ولذا فهي تحاول من خلالهم تمرير عدة رسائل إلى البيت الأبيض بهدف استئناف صادرات نفط كردستان، مشيرة إلى أن الشركات التي تدفع الضرائب في الولايات المتحدة استثمرت نحو 300 مليون دولار في قطاع نفط كردستان بصفة خاصة. قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، وبحسب بيانات الإدارة التابعة للنظام الإحصائي الاتحادي للولايات المتحدة، فإن متوسط صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الأمريكية بلغ 142 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 51 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 91 ألف برميل يوميا. والآن إلى متابعة أسعار العملات لهذا اليوم. ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله.